صباح الخير طلاب، اليوم محاضرتنا هي المحاضرة الثانية لبرنامج مايكروسوفت وورد. طبعا احنا راح نبلش ناخذ التابات واحدة بعد الثانية. فأول تاب راح ناخذها هي الهوم تاب. ايش راح ناخذ من الهوم تاب؟ جروبين، هي الكليبورد والفونت. أول شيء موضوع الكليبورد. شنو موضوع الكليبورد؟ يعني الحافظة، هي تحتوي على الكوبي والكات والفورمات بينتر والبيست. طبعا لان الثلاثة تقريبا انتم عندكم فكرة عنهن. شنو يعني الكوبي؟ طبعا عندي مستند، يعني هذا مستند حتى بكتابة اقدر اشتغل عليها نص. كأول امر اللي هو الكوبي، من اسمه كوبي، اذا راح نختار هذه مثلا، هذه الكلمة information، راح نسوي لها كوبي وكنترول سي. وين اوديها؟ اريد اضغط هنا، اريد الصقها هنا. لاحظ البيست هنا تفعلت. شرد اسوي لها كنترول في، وهاي انا علمتكم عليها، كنترول في هو لصق. اما موضوع الموفينج اللي هي الكات، نجي نختار مثلا تكنولوجيا هاي الكلمة حتى اسوي لها كات من الكيبورد. لاحظ كنترول اكس، كنترول اكس اختفت هاي الكلمة. نجي هنا نخليها ونقول له بيست اللي هي كنترول في. هذا موضوع الكوبي والكات والبيست. نجي على الفورمات بينتر. فورمات بينتر راح نخليها بالاخير، اللي هو عبارة عن فرشة حتى تاخذ كوبي للتنسيقات. ناخذ بالبداية التنسيقات حتى نسوي لها استنساخ للتنسيقات. نجي على جروب اللي هو الفونت. احنا ان شاء الله في هاي المحاضرة راح ناخذ فقط المحاضرة الثانية والكليبورد جروب وجروب الفونت فقط. المحاضرة التالية ان شاء الله ناخذ الباراجراف. نجي على شنو الفونت وشنو الموجود بالفونت. اول شيء نجي نسوي تظليل لهذا. قبل كل شيء لازم نسوي تظليل. تظليل يعني سيلكتنج. حتى تقدر تشتغل بذني لازم بالبداية تسوي تظليل حتى انت بعدين تشتغل عليهم. شلون بتسوي بهن تظليل؟ تضغط وتسحب طبعا هذه، وتجي هنا نوع الخط، حجم الخط، وهذه كبر وهذه صغر، والبقية راح ناخذها. وهذا اللي هو الجروب، اسهل جروب تقريبا واكثر استخداما في برنامج مايكروسوفت وورد. نجي هسه قبل ما نبلش هنا طرق التظليل للنص. طلاب النص يتقسم مثل ما تعرفون، اكو انواع للنص، اكو لتر او كاركتر حرف واحد، اكو وورد مجموعة من اللترز راح يسوي لي وورد، واكو سنتنس جملة، واكو لاين سطر، واكو باراجراف. هنا خلينا نجي نميز بيناتهم. شنو يعني لتر او كاركتر؟ هو هذا حرف ذا انفورميشن، هذا هو اللتر. طيب شنو يعني وورد؟ الوورد هذه ذا تعتبر كلمة. ليش؟ لان بعدها اكو سبيس، صار اكو سبيس بينها وبين انفورميشن، اذا صارت هاي ذا كلمة وهذه كلمة. شنو يعني سنتنس؟ الجملة، الجملة تبدي الى ان تنتهي بنقطة، هاي النقطة. ممكن سطرين، ممكن سطر، ممكن سطر واحد، ممكن جزء من سطر، تعتبر سنتنس. من تنتهي بنقطة وتبدي بعدها كلمة تعتبر هاي سنتنس. شنو يعني لاين او سطر؟ هذا هو اللاين، يعني السطر الاول هو هذا، مجموعة الاسطر هذه بالمستند. شنو يعني باراجراف؟ الباراجراف هي انت من تدوس انتر، يعني هذه تعتبر، هذه كلها تعتبر باراجراف، لان هنا انت دست انتر، من تدوس انتر صارت باراجراف. نفرض هنا اني هذا دست بي انتر، لاحظ شكله هنا هذا مختلف، فهذا يعتبر باراجراف وهذا يعتبر باراجراف. اذا كل سطر سطرين تدوس بعده انتر راح يصير هذا باراجراف. هذه هي فكرة الباراجراف. نجي على طريقة التظليل بسرعة. اللتر اضغط واسحب، هذا لتر واحد. طبعا اكو طرق طبعا بالكيبورد شلون نسوي تظليل، لكن احنا مو بصدد هذا الموضوع، شوية نقلص المادة عليكم حتى تستسهلوها. نقدر احنا نضغط هسه هنا نسحب، نختار لتر واحد زين. الوورد ايضا اقدر اضغط واسحب، لكن اكو طريقة اسرع واكثر دقة. شلون؟ دبل كليك على انفورميشن، اختار لي فقط الانفورميشن عراقي،
اختار فقط عراقي. زين اللاين سطر ايضا اقدر كلهن اسوي له اضغط واسحب، لكن اكو طريقة اسهل واكثر دقة. ايضا نضغط هنا الماوس من يصير المؤشر على شكل الماوس الطبيعي، نقرأ اختار لي فقط السطر الاول. اذا اريد هذا السطر فمقابله اني اجيب الهامش، هذا طبعا هامش طبعا بالوورد نسميه احنا المارجنز اللي هو الهامش، هذا هامش هذا هامش هذا، نقرأ هنا بالهامش من يصير شكل المؤشر بهذا، ننقر عليه راح يظل لي فقط هذا السطر. نجي على الباراجراف، الباراجراف اكو طرق لاختياره، او احنا السنتنس اعتقد ما سويناها. السنتنس ايضا اقدر اضغط واسحب الى ان اصل هذا السنتنس، لكن اكو طريقة اضبط ومبدون باي مشكلة، اضغط كنترول من الكيبورد ونقرأ على هاي السنتنس، اختار لي فقط هاي السنتنس. زين نقرأ واضغط هنا، لاحظ من بعد هاي النقطة الى هاي النقطة اختار لي هاي السنتنس، وهاي طريقة دقيقة ما بي اي مشكلة وما تغلطك، مو مثل تضغط وتسحب وما تعرف وين تنتهي، لا انت كنترول نقرأ راح يختار لك فقط هذه. نجي على الباراجراف، الباراجراف ايضا لها طرق، طرقها مثلا هنا هذه الباراجراف 3 كليكس، يعني مو دبل كليك، دبل كليك كلمة، اذا 3 كليكات مباشرة اختار لي الباراجراف كلها. اوكي اذا 3 كليكات يختار لي الكلمة الباراجراف كلها سوري. زين هذه طرق شلون تظلل الكلمة. نجي على موضوع الفونت وخصائص الفونت، اول شيء راح نختار مثلا هاي الكلمة contain ونجي عليها بالخط، نجي نغير خطها مثلا نسوي هذا الخط، لاحظ هنا بهالطريقة انا ظللت بعدين غيرت الخط. نجي على حجم الخط، حجم الخط اللي هو هذا اكبر واصغر، نجي مثلا 16 سويته هذا شكله 16. زين طيب شنو ذني العدد اثنين؟ ايضا هذا يكبر وهذا يصغر، شوف انت شلون تستخدمها. اوكي لاحظ يصغر الرقم هنا يتبدل، تكبر هنا الرقم يتبدل. زين اكو مثلا 14 16 15 وين العد؟ زين هو اني المشرف قال لي لا انا اريد حجم الخط 13. زين 13 مو موجود هنا، وهذا من اكبره وصغر بيه اقدر اوصل هذا الرقم طبعا، لكن اكو طريقة بالكيبورد تكبير وتصغير الخط، كنترول حرف الدال بالعربي يكبر، لاحظ تكبير يصير رقم رقم، وكنترول حرف الجيم راح يقوم يصغر الخط. هاي طريقة لاحظ سويتها 13 او 15، ولو 15 اذا تفتحوها بهذه الليستم راح تلقونها اكو 14 16، وهكذا بالنسبة للبقية. هذا بالنسبة لتكبير الخط. زين نجي على هذه الـ AA، هذه حالة الكلمة أو حالة الجملة، أول كلمة هي sentence case. نجي على موضوع هذا اللي هو حالة الأحرف، طبعا هذه نجي على هذه اللي هي حالة الأحرف شلون تنكتب الكلمات. أول شيء نجي مثلا هذا interview، مثلا interviews with her، هذه نسويها lower case، lower case يعني تسوي كل الأحرف small، capitalize each word، لاحظ interviews with healthcare سوى كل كلمة تبدي بكابيتال. toggle case راح بالعكس، الكلمة تبدي small والباقي الكلام هو عبارة عن capital، وعندك capital upper case راح يسوي كله capital. زين أما هذا bold هو كنترول بي طبعا من اسمه كنترول بي اقدر اشتغل بي، اما هذا ايتاليك يسوي الكلام او تكست مائل، وايضا كنترول اي اقدر اسوي هاي العملية. هذا يو اندرلاين تضغط عليه راح يسوي له خط اسفل التكست، او كنترول يو راح يسوي الخط، هذا يخلي لك يسموه ستراك ثرو يسوي لك اياه خط بالمنتصف، هذا يسوي النص أسفل الكلمة صغير أسفل الكلمة، هذا يخليه كباور أو أوتس، هذا بيش استخدمه مثلا أبدأ أكتب H2O H2O شلون التولة تنكتب، المفروض تنكتب جوا ماخذيها بالكيمياء، فأنت تختار هذه راح تنكتب بصورة صحيحة.
إذا هنا أريد يعني باور أو، فراح تختار الاثنين وتقول له تربيع، سوي لي. فبهالشكل أنا قدرت أكتب بهذه الأيقونات. نختار هذا النص مثلا، نسوي هذا ستايل معين. طبعا هذه إضافات جديدة بالأوفيس، صارت تقدر تسوي ستايل معين للكلام مالتك. زين، بالنسبة لهذا أنا أختار هذا الكلام مثلا، أبدأ أسوي له تظليم، أسوي لي تظليم وكأنه بالقلم، قلم التظليم. إذا أريد أغير لونه طبعا، هذا اللون أغير لونه. زين، أريد أختار هذا النص وأغير لونه من هذا الأي، هذا الأي يقدر يغير لي لونه، تسوي هذا اللون مالته أو هذا، هذا اللون مالته. أوكي، بهذه إذا غيرت اللون. طبعا لو تباين عليه هو مجرد يعني أيقونات واضحة العمل، تروح مجرد تسوي تظليل وتجي تشتغل بيه وتختار وتغير اللون، راح تشوف شنو شغل هذا بالضبط. لهنا الطلاب أريد أني مثلا هذا الكلام أشيل منه كل التنسيقات. إذا هذه الأيقونة الأخيرة اللي هي clear all formatting، كل التنسيقات، لون، حجم خط، نوع خط، أي تفصيلة ضايفة راح تضغط هنا، راح يرجع على وضع الطبيعي اللي هو الخط كاليبري وحجم 11 عكس ما هذا موجود. طبعا كل التنسيقات مالته راح تروح بيش بهذا الكلير فورماتنج، من شكلها بين بيها من الساحة وتمسح الحرف الأي، يعني تمسح الفورمات مالت النص. زين، بقى موضوع أخير إنه هو الفورمات بإنتر، شلون أشتغل بيها أنا. جيت هذا النص لونته، أوكي، أو جزء من عنده، أريد هذه هم أسوي نفس اللون، شو راح أسويها؟ تجي تختار أي جزء من هذا اللون وتضغط فورمات بينتر، وتجي تختار تضغط وتسحب، صار هذا اللون نفسه. إذا هو شو سوى؟ هو استنسخ التنسيق فقط، هذا هو عملية الفورمات بينتر. طيب أنا من استنسخت سويته ظهر لي فقط مرة واحدة وهسه اختفت الفورمات بينتر. إذا أريد أكثر من جزء أني أختار هذا الجزء وأضغط دبل كليك هالمرة على الفورمات بينتر، أجي أضغط وأسحب صار هذا اللون. زين، أضغط وأسحب صار هذا اللون، أضغط وأسحب صار هذا اللون، وهكذا وين ما أريد أنا هسه أقدر أشتغل بيها. أي كلمة أريد أعدلها، أريد أصبغها يعني من هذا اللون اللي أنا اختاريته، راح يظل يصبغ. ليش؟ لأن أنا خليت دبل كليك. طيب هسه أريد أن أطلع من عندها، سكيب من الكيبورد. سكيب هو ESC موجود بالكيبورد على الجهة اليسرى بالمنطقة العلوية، وتضغط عليه سكيب. هسه بعد ما تشتغل لهنا طلاب، أخذنا الكليبورد وأخذنا الفونت. المحاضرة الجاية إن شاء الله راح ناخذ الباراجراف وتنسيقات هذا الباراجراف. أي عندكم استفسار أو سؤال يرجى كتابته على جوجل كلاس روم إن شاء الله بعد تنزيل هذه المحاضرة. شكرا.